بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دكاترة، كيف حالكم؟ إن شاء الله حنبدأ مع بعض ناخذ كيف نفتحه ونشتغلوا على السوفت وير نتاع السي بي سي تي في الاندودونتكس. طبعا أول ما ندخل السي دي يعطيني عدة خيارات، نمشي الخيار هذا اللي هو سيمبل فيور. طبعا السوفت وير نتاعي هنا يختلف على السوفت وير اللي بشتغل عليه، إنه في عدة أنواع. هذا اسمه اي زد 3 دي اي، سيمبل فيور. نمشي لهذه سيمبل فيور لايت، نضغط عليها ونستنى شوية لن تتحمل. طبعا عندي في السي دي، تمام. في عدة أنواع من السوفت وير عندي، في اون ديموند هذا أشهرهم يعني، وفي هذا 3 دي بلس اي زد. نراجع شوية تتحمل الصورة، تمام. 3 دي بلس تطلع لي الصورة هكذا يعني دكاترة، في 4 فيوز. عندنا الكورونال، وعندنا الساجيتال، وعندنا الاكزيال، وعندنا 3 دي. في النظام الثاني او في السوفت وير الثاني اللي هو الاون ديموند نلقى معاه حتى بانوراميك فيو، عبارة عن بانوراما 2 دي موجودة هي في 3 دي هذا متاع ميني سي بي سي تي. نستناها تتحمل. مية في المية. هذه كيف تنفتح السي دي معاي. تاخذ شوية وقت باش تتحمل، يعطيلي الشكل هذا. فاش في التحميل متاع السي دي، اوكي. هذا قلنا كورونال فيو، وهذا اكزيل هذا اللي بنشتغل عليه، اللي بنشوف بيه القنوات نتاعي والكنالز نتاع الام بي 2 والاندسكفرد كانال. هذا السجيتال واخذ بالعرض، وهذا 3 دي. طبعا عندنا هنا التولز بنستعملها، تمام. وضحت معي الصورة، اوكي. الخط هو لا الاخضر هذا، الخط الاصفر كان بالناحيه، ندير نضغط انتر وكان بنخليه نرجع من جديد. انتر تنحي وانتر ترجع من جديد. طبعا عندنا هنا التولز نتاع السوفت وير، هذا كله سوفت وير نتاع من السي بي سي تي في البرنامج هذا. كل واحده لها وظيفه معينه، هذا بتاعت الامبلانت خاصه بالامبلانت، وهذا اللي ترسم لي الكيرف نتاع الكنال النيرف، وهذا اللي بتقيس الطول، تمام. وهذه اللي بتقيس الانجوليشن. وعندي هذه الزوم، هذه الزوم، تمام. تكبر زتوه، تكبر وتصغر، يعني تعطيك الجود اكسسبيليتي باش تشوف كويس بها، تمام. هذه الزوم عندنا، هذه بدير لي روتيتنج. لو بن خليه، تمام. لو بندير له روتيشن او نرجعه لي الطبيعة متاعه، خليه زي توا، اوكي. تمام. عندي هذه الاضاءة، بتخلي لك الاضاءة كيف ما تبها انت، ها باهتة يعني زي البرايتنس اللي هي الموجودات في الديجيتال راديوغرافس، بتخليها مور اوبيك برايتنس والكونتراست، واثنين بتنقص في الاضاءة. يعني طبعا هذه كلها بالنسبة للزوم وبالنسبة للانسترومنت هذه، عفوا التولز هذه متاع الاضاءة، لها جود اكسسبيليتي يعني باش تشوف بها كويس فاش الشغل متاعك ما تمشي معاك. هذه ندير بها الرجوع، هي اي حاجة درتها بنرجع نضغط عليها، تمام. شنو عندنا ثاني؟ هذه طبعا مدير لي حتى هي 3 دي في المنطقة اللي بنكبرها، يعني منطقة سبيسيفيك سايت اللي بنصور بها. نجو تو دكاترة، تو بنشوف السن هنا، تو وين جاي السهم على الابر 6 والابر ولور 6، تمام. لو نبي نغيره، شوف هو بنخليها السهم تاعنا نقدر نتحرك فيه كيف ما نبي بالماوس حركة عادية. انا نخليه على الكراون تاع الابر 6، الكراون الانامل. لو بنزله وين جهة شني، نشوف بيه بداية الروت متاعي،
الكنائس بتاعي. تمام، اوكي. طبعا لما بنحرك هني السهم هذا، نحركه فوق وتحت عن طريق الماوس، بيتغير معايا حتى الاكزيال فيو. يعني انا بنحرك عيني هني تحت، الحركة بتاع الماوس هني في الكورونا فيو، وعيني وين دكاترة في الاكزيال فيو هدايا، بنشوف بيه الكنائس. تمام، بنجي نشوف الكنائس. طبعا ننحي، قلنا السهم الاصفر هو اللي حاطينه، عن طريق الانتر نضغط عليها، نجي ناخد الزوم نكبر باش نشوف بها الكنائس كويس. تمام، وهذه طبعا حتى هي الايقونة هذه وظيفتها تحرك المقطع بتاعي كيف ما نبيه نحركه، هي الايقونة هذه. تمام، يعني حركة رايت حركة ليفت كيف ما بديرها ندير. تمام، اوكي. شوفوا ركزوا دكاترة، قال لك هنا كورونال، يعني شوف البوزيشن بتاع الهيد كيف، هذا كورونال بوزيشن، هذا لما يعطيك بالجنب. طبعا طبعا هني بكالي وهني بلاتالي، هذا هو السطح عشان ميزيالي. تمام، او ديستالي، يعني يعطيك بالجنب، هو شو اسمه، اسمه ساجيتال. والمقطع هو اللي ما هوش واضح متاعنا هنا جاي في السي دي، اللي هو 3 دي، يمثل لي صورة 3 دي متاع مني، متاع السي بي سي تي، متاع الاريا اللي اتصورت. وهذا دكاترة أهم واحد عندي هو الأكزيل، هذا اللي بنشتغل عليه. شفتوا هنا الأنتيريور تيت قديش فيها كنالة، هي وان كنالة، وان كنالة البريمولر، تو كنال. تمام، هاي طبعا يتكلم كل دكاترة على الأبر شني، أبر مولر أو بوستيريور اريا. شوف الكنالة بتاعي قديش واضحة. شفتوا هنا دكاترة اللي هو الفيو بتاعي اللي هو الأكزيل فيو، نحركه كيف ما نبي الأكزيل فيو، كل ما نحركه شوفوا كيف نحركه معي الأكزيل فيو. تمام، وانا نحرك وعيني وين دكاترة على الكنالس، ناخذ المقطع تاني نحركه بروحه هني باش نشوف بيه كويس. تمام، نخفف الاضاءة متاعي باش نشوف بها كنالس، وهيك وهيك تبدا الصورة عندي شني اوضح. تمام، ندير زوم تاني باش نكبر، كل ما نكبر كل ما نعطي جود اكسسبيليتي اكتر. تمام، ونحرك بالماوس متاعي، نبدا نتفرج نشوف على الكنالس متاعي الابر مولرز. شوف كل ما نحرك هذه زتوه هنا الكنال تختفي معي، لكن بنحرك بالماوس جهة لفت شوية وننزل اللوطة شوية باش تطلع لي الكنالس بوضوح. تمام، شوف قديش تطلع مع الكنالس، يعني كل ما نحرك كل ما تطلع الكنالس اوضح. يعني نظام سهل جدا السوفت وير. هذه طبعا جهة البكل، وهذه جهة اللينجوال او البلتل، هذا بلتل كنال، وهذا ديستو بكل، وهذا الميزيو بكل، وهذه اللي هي ام بي 2. طبعا شوف السهم بتاعي كل ما بنحركه تحت شوية، هذه طبعا ميول، طبعا لا بنجي هنا في النص، في النص وبنزله شوية تحت. شوف هنا نزلتها جهة الكراون، تمام، لكن هنا بنخليه وين، جهة الروت. طبعا انا نحرك وعيني وين دكاترة تحت في جهة الاكزيل فيو، هذا مشيت لوطة للبون. طبعا هنا في النص بداية البلب شامبر نحط السهم بتاعي، بداية البلب شامبر هذا الاكزيل فيو، نخليه فيو عادي جدا، يعني الكورونا فيو عفوا. شفتوا كيف يطلع معاي، وعيني هنا، ها عيني هنا باش يكون الصورة هذه تماما. نحرك زي ما قلنا بالسهم تاعي، نخليه هنا، هي تطلع مع، انا نحرك هنا تطلع معي شنو الكنال، هي اللي هي الام بي 2. شوفوا كيف نحرك، طبعا هنا مشيت جهة وين، جهة البون، لا احنا بنرقى فوق كورونا لي، نمشي نمشي فوق
ايوه يعني جهة البلب شامبر، بس تطلع معي الكنال الواضحة. هنا نفس الشي نحرك شوية. تمام، يبدو عندي الكنالس كلهم واضحات جدا جدا، الصورة واضحة تتكلم بروحها. تمام، هذه لو نزلت تحت كيف، لكن انا بنخليها تحت الكراون وفوق البالب شامبر. شوف الكنالس هنا قديش واضحة عندي، ام بي 1 ديستوبكل والبلاتال كلها ام بي 2 واضحة جدا جدا. لكن انا بنخليها هنا جهة الكراون. كل ما نظلم كرة نغمق الصورة أكثر، بس شني نكبرها تبدأ عندي واضحة. جي هذه طبعا 3D زوم لمنطقة معينة اللي بندير عليها مثلا فوكس. تمام، نكبرها أكثر، شوف كيف تكبر معي الصورة. طبعا هذا كله شغل هنا وين في الأبر مولرز، تمام سكند مولر، يبي نشوف فيها الكنالس وين واضحة ولا لا. الكنالس هذه بلاتال وهذه ديستوبكل وهذه ام بي 1 وهذه ام بي 2. تمام، طبعا هذه قلنا التولز كلها للقياسات ولل، طبعا هنا في السي دي هذه مش متوفر فيها النوع هذا، مش متوفر فيه البانوراميك فيو، لكن طلعت الصورة واضحة في كل المجاميع. هاي نرجع الصورة الأصلية. إذا نرجع زي ما قلنا، هذا كورونال وهذا ساجيتال وهذا الأكزيل فيو. هاي طبعا لو ارتيت، لو بنزل السهم بتاعي تحت تحت وين لو ارتيت، هذه لو ارتيت اللي هو لور مولرز. ايوه المنطقة هذه تطلع لي هني. الكنالس متاعي واضحة، تري كنالس هنا واضحات. أربعة كنالسة، اثنين ميزيالي واثنين ديستالي، ميزيو بكل و ديستو بكل و ميزيو لينجوال وديستو لينجوال. نحن واضحات، لنشوف السهم وين حاطني، حاطة في اللور فيرست مودل. يعني الدكاترة لما بنشتغل على السوفت وير بتاع السي بي سي تي ضروري نفتح عين هني وعين هني. يعني الأجزية اللي هو اللي بيطلع لي كنالس واضحات زي هذه أربعة كنالس، ونشوف وين السهم بتاعي حاطة على السجيتال، ونتبع أيضا بهاش بالكورونا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها المحاضرة البسيطة هذه في العملي بتاع السي بي سي تي، وبالتوفيق إن شاء الله.